بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، مرحبا بكم في هذا الدرس التفاعلي الذي يأتي في إطار برامج الدراسة عن بعد التي أقرتها وزارة التربية الوطنية بعد اجتياح هذا الوباء المعروف بكورونا، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منه وأن يقينا وإياكم من كل سوء. إذن فيما يخص درس اليوم فهو درس يندرج ضمن مقرر يعني الأولى بكالوريا آداب، ويتعلق ب أحد دروس علوم اللغة، ولا سيما ما يتعلق بدروس الإنشاء الطلبي خاصة درس التمني. فبداية سنبدأ بأمثلة الانطلاق. الحقيقة أنا سأعتمد الطريقة المعتمدة في إنجاز دروس في كما هي معتمدة أو كما نعتمدها في الفصول الدراسية. معناها سننطلق من الشواهد أو من الأمثلة، ثم سنصفها ونقوم بتحليلها، وبعد ذلك سنمر إلى الاستنتاجات أو الخلاصة. إذن بداية سنبدأ بأمثلة الانطلاق كما قلت. والمثال الأول، قول شاعر جميل بن معمر: ألا ليت أيام الصفاء جديد، ودهرا تولى يا بتينا يعود. وكما نعلم جميعا فإن الشاعر جميل بن معمر هو أحد الشعراء الذين اشتهروا بالغزل. ففي هذا الشاهد الشعري وفي هذا المثال فإن الشاعر يتمنى أن تعود أيام الصفاء وأيام الود التي كانت تجمعه بحبيبته بتينا، وتعود تلك الأيام الخوالي التي كانت تجمع بينهم، وأن يعود اللقاء من جديد. ومن أجل التعبير عن هذه الغاية فإن الشاعر سيعتمد وسيلجأ إلى أسلوب بلاغي. هو كما تعلمون في بداية هذا المثال عبر عنه بليت، ألا ليت أيام الصفاء جديد. إذا ليت هو الأسلوب الذي عبر به الشاعر عن هذه الرغبة أو عن هذا الطلب، عن هذا الطلب الذي يصبو إليه ويرغب في تحقيقه. إذن كما قلت فإن هذا الأمر الذي يرجو أو يتمنى الشاعر تحقيقه هو أمر لا يمكن تحقيقه لأنه بعيد المنال، بمعنى أنه يرتبط بفترة ولت وزمن كان في القديم، والقديم أو الماضي لا يعود من جديد لأن الزمن لا يتكرر، كل ما مضى من الزمن لا يعود. فإذا هذه الغاية وهذا المرغوب الذي يرغب شاعرنا في تحقيقه فهو بعيد المنال ولا يمكنه تحقيقه أبدا. أما الشاهد الثاني، يقول الله سبحانه وتعالى على لسان المشركين يوم القيامة: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، من سورة الأعراف الآية 53. وكما نعلم فإن في يوم القيامة فإما الإنسان أن يكون من الناجين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، وإما أن يكون من الخاسرين ونسأل الله تعالى أن لا نكون منهم وأن نكون من الناجين. فإذا هنا المشركين يوم القيامة فإنهم يتمنون أن يكون لهم شفعاء فيشفعوا لهم في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يتمنوا أن يوجد شخص أو أشخاص معينين ينقذونهم من هول يوم القيامة، وينقذونهم من يعني الأهوال التي سيعاينونها في ذلك اليوم العظيم. ولأجل التعبير عن هذا الطلب، عن هذا الطلب، هذه الغاية، هذا المرغوب الذي يرجوه أو يتمنى المشركون تحقيقه، فقد تم التعبير عن هذه الغاية بأداة هل، وسوف نرى بطبيعة الحال أنها يعني تقوم مقام التمني الذي يعبر عنه
في الأصل بأداة ليتا، لكن هل هنا فهي تحقق هذه الوظيفة، أي وظيفة التمني؟ إذا كما قلت، فكما رأينا سواء في المثال الأول أو في المثال الثاني، فإن هذا المرغوب المرجو تحقيقه لا يمكن أن يتحقق، بل إنه قد يندرج ضمن إطار المستحيل، خاصة في البيت الأول لأن الزمن لا يعود كما كان، وكذلك في يوم القيامة لأن الأمر قد فات وأصبح يعني من المستبعد جدا أن نعود إلى الحياة الدنيا من جديد، فآنذاك يكون الأوان قد فات. فإذا هذه الأمور المرغوبة فهي مستحيلة التحقق. أما في المثال الثالث، فإن الشاعر مجنون ليلى يقول: وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا. في هذا الشاهد يعبر الشاعر عن أحد متمنياته ويرجو أن يتحقق له مطلوب معين. ما هو هذا المطلوب؟ المطلوب الذي يرجو تحقيق يتمنى تحقيقه عفوا، وهو أن يلتقي خياله بخيال محبوبته في الخيال أو في أثناء النوم أو أثناء يعني أثناء خياله وأثناء يعني تعبيره عن حبه لحبيبته. ولذلك فإنه لأجل تحقيق هذه الغاية فإنه يستغشي. ما معنى يستغشي؟ وإني لأستغشي بمعنى أنه يتظاهر بالنوم أو يتظاهر بأنه قد أصبح نائما حتى يغشاه النعاس. ولذلك في القرآن الكريم يغشاه بمعنى بداية الدخول في النوم أو في النعاس. وكما تعلمون أعزائي التلاميذ فإن النوم هو مراحل، هناك النعاس، هناك النوم، هناك السبات، هناك، إذن هي مراحل، وبداية النوم هي النعاس بمعنى أنه كان في حالة صحو ولكنه يتظاهر بالنعاس لعل أو أملا في أن يلتقي أثناء نومه أثناء نعاسه بخيال حبيبته التي لم يلتقي بها في الواقع. فإذا تم التعبير عن هذه الغاية بأداة لعل، بأداة لعل. إذا الآن رأينا ثلاث أدوات، في المثال الأول ليت وهي الأصل لتحقيق التمني، وفي المثال الثاني في الآية القرآنية تم التعبير عنها بهل، وفي هذا المثال الثالث رأينا أن التعبير عن هذه أو عن هذا المطلوب قد تم بأداة لعل. في المثال الموالي وللتذكير كما قلت، فإننا نجد أن هذه الأمثلة الأولى يعني مثال الأول ليت، مثال الثاني هل، والمثال الثالث لعل، كلها أمور تندرج من إطار التمني، وهي أمور لا يمكن أو من المستبعد، إن لم نقل من المستحيل تحقيقها، المستحيل تحقيقها. في المثال الرابع يقول الله تعالى: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، من سورة القصص الآية 79. في هذا المثال يتم التعبير عن غاية معينة، وهي أن يكون لهؤلاء القوم الذين طبعا يتحدث الله يعني بلسانهم يتمنون أن يكون لهم ما أوتي قارون. وكما تعلمون أعزائي فإن قارون كان يعني من أغنياء تلك الفترة وذلك الزمان، يعني كانت له كما يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يعني مفاتيح خزائنه المليئة بالذهب والفضة وكل الكنوز، كما قال الله سبحانه وتعالى: لتنوء بالعصبة أولي القوة، بمعنى أن كل مفتاح لأحد خزائنه كان يتطلب أن يحمله أناس أشداء، وهذا دليل على يعني ما كان يملكه قارون من أموال ومن كنوز في ذلك الزمن. فإذا هذا
الطلب أو هذه الرغبة، هذا المتمنى الذي يرغب هؤلاء القوم في تحقيقه هو يمكن تحقيقه، ولكنه مستبعد جدا، أنا بعيد المنال، بعيد المنال، بعيد المنال لماذا؟ بالنظر إلى ذلك الحجم الأموال التي كان يملكها قارون في ذلك الوقت. فإذا تم التعبير عن هذه الغاية وعن هذا الطلب بليت، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. إذا هذه الأمثلة الأولى كما لاحظنا أعزائي فهي كلها تندرج ضمن أسلوب التمني، بمعنى أن تتطلب أو تتضمن عفوا طلبا مرغوبا أو غاية مرغوبة، ولكن لا يمكن أو من المستبعد تحقيقها، من المستبعد تحقيقها. يمكن أن نعطي مثلا آخر أو أمثلة أخرى كثيرة، مثلا تتعلق بليت، يقول الكافر يوم القيامة يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون ترابا حتى لا يحاسب وحتى لا يرى أهوال يوم القيامة ويوم الحساب، ولكن هذا أمر لا يمكن لأن الأوان قد فات في ذلك الوقت. إذن كما قلت أعزائي التلاميذ، فبعدما قمنا بتحليل هذه الأمثلة أعلاه وقمنا بشرح هذه الشواهد الشعرية والآية القرآنية، فيتبين لنا أنها تتضمن أسلوب التمني، بمعنى أنها تندرج ضمن أساليب الإنشاء الطلبي. ونوع الطلب ها هنا في هذه الأمثلة يتعلق بمرغوب ومطلوب وغاية، يعني يتمنى صاحبها تحقيقها، فهي مطلوب ومحبوب ولكن لا يتوقع حصوله ولا يرجى تحقيقه، لأنه لا بعيد المنال لا يمكن أن يتحقق، فهو مستبعد جدا. والسبب في ذلك يرتبط بأمرين اثنين، إما لكونه مستحيل وهو ما ينطبق على الأمثلة الثلاثة الأولى، أي أن الأمر مستحيل أن يتحقق كما أسلفنا الذكر، سواء في المثال الأول متعلق ب يعني لقاء الشاعر مع حبيبته من جديد، أو أن يلتقي خياله مع خيالها في النعاس كما في المثال الثالث، أو أن يجد المشركون من يشفع لهم يوم القيامة، فهذه كلها يعني متمنيات لا يمكن تحقيقها، فالأمر مستحيل. أما في المثال الرابع الأخير فهو بعيد المنال، ولكن يعني ممكن، ومن حيث الإمكان ممكن، ولكن بعيد المنال بمعنى صعب، من الصعب أن يتحقق وأن يؤتى، أن يؤتى أولئك القوم ما أوتي لقارون من الأموال والكنوز التي كانت كبيرة في ذلك العصر وكان من أغنى الناس. فإذا هذه هي الأسباب التي تجعل من التمني أمرا لا يمكن تحقيقه. وكما قلت يسمى هذا النوع من الإنشاء الطلبي بالتمني، ومن الأدوات التي تفيد التمني بأصل الوضع فإننا نستعمل غالبا وفي معظم الأحيان نستعمل أداة ليت، ولكن يمكن أن يكون التمني بغير أداة ليت مثل لعل وهل ولو، وذلك لغرض بلاغي. ما معنى غرض بلاغي هنا؟ يتعلق في أننا نجعل من ذلك المعنى في صورة الممكن القريب الحصول، بمعنى نجعل منه أمرا يمكن تحقيقه، إما لأننا نهتم به ونعتني به أو نتطلع إليه ونتشوق إليه، فنجعله في هذه الصورة، في صورة لعل وهل ولو. وقد يعتقد البعض أن كل ما وجد لعل فهي تتعلق بالترجي، لا، فأحيانا نستعمل لعل وإن كانت هي في الأصل تستعمل للترجي، ولكن كما رأينا هنا فإننا قد نستعملها من أجل التمني، أو كذلك هل، قد يعتقد البعض أنها للاستفهام ولكنها ليست للاستفهام، وهكذا ذلك. إذن يجب أن نكون على بينة من الأغراض البلاغية التي قد تستعمل فيها هذه الأدوات مثل لعل وهل ولو من غير ليت.
إذا كان المطلوب المحبوب ممكنا مطموعا في حصوله يسمى ترجيا، إذا كان الأمر الذي نرغب في تحقيقه ممكن التحقق فهو يسمى ترجي. ولذلك مثلا أرجو أن أحصل مثلا على المرتبة الأولى وطنيا، قد هذا رجاء قد يكون مشفوعا بالعمل وبالاجتهاد وبالكد، فهو أمر ممكن أن يتحقق، واضح؟ أو لعلني أكون يعني عالما، واضح؟ في القرآن الكريم عسى الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، وغيرها من الأمثلة التي تدل على الترجي. والترجي كما قلت الفرق بين الترجي والتمني أن التمني لا يمكن أن يتحقق والترجي يمكن أن يتحقق. الأدوات التي تستعمل في التمني هي الأصل ليت، ولكن يمكن أن نستعمل لعل وهل ولو، بينما الترجي يتم بلعل وعسى، ولكن أحيانا قد نستعمل فيه أدوات أخرى كذلك. الخلاصة إذن أن التمني هو نوع من الإنشاء الطلبي، ويعني طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا إما لكونه غير مطموع في نيله وحصوله. اللفظ المستعمل في طلب التمني هو ليت، غير أنه يجوز استعمال أدوات أخرى مثل هل ولو أو لعل لغرض بلاغي. وكما أسلفت ذلك الغرض البلاغي الذي نقصد هنا، ماذا نقصد به؟ وهو أن نجعل من ذلك المطلوب قريبا من التحقق، أو نجعله في صورة تجعله يبدو كأنه يمكن أن يتحقق، إما لأننا نهتم به أو نتشوق إليه أو لأنه أمر عظيم. إذا كان المطلوب المحبوب يرجى حصوله يسمى ترجيا، ويعبر فيه بلعل وعسى، أو قد نستعمل أحيانا ليت لغرض بلاغي. تستعمل هل ولعل لإظهار المتمنى قريبا ممكنا، وذلك لشدة الحرص عليه وفرط التعلق به. إذن هذا كل ما يتعلق بدرس التمني، أرجو من الله أن تكونوا قد استفدتم، وإن شاء الله في الحصة المقبلة وحصة أخرى سنعمل على إدراج بعض الأمثلة التطبيقية التي ستساهم أكثر في إضاءة هذا الأسلوب الذي يندرج ضمن أساليب الإنشاء الطلبي. دامت لكم مسرة القراءة ومتعة الكتاب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.